عمي شلونكم وشلون الصحة؟ يعني أغلب الرسائل اللي قاعد تجيني هاليومين هي رسائل مشابهة، يعني على انستغرام، على الواتساب، قاعد تيك توك، رسائل خير من الله. شنية الرسائل؟ تدرون شنية؟ أريد أفتح محل مكياج، يعني كلش هواية، يعني عالم حقها تريد تشتغل، تريد تساعد أهلها، تريد تساعد روحها، تريد تقدم خطوة، بنات، ولد، بنات يردون يفتحون بالبيت، ولد يردون يجون ياخذون فكرة، بس يعني بهيج كثافة رسائل ما شفت. الله يرزق العالم ويعطيها على قد نياتها إن شاء الله. ما تقدر كل من اللي يطب لك توضح له على رسالته، يعني يطبوا لك يومية 7-8، كل واحد ياخذ له ساعة، انتهى اليوم عليك، شو وقت تشتغل؟ شو وقت تبيع؟ شو وقت تنظف؟ شو وقت ترتب؟ ما تقدر، عندك التزامات هواية. فأنتوا شوفوا المنشور هذا واستفادوا من عدة اللي حابين تمشون بهيج خطوة، إن شاء الله يا ربي التوفيق. ماكو شيء اسمه سر مهنة، ولا اكو شيء اسمه انت راح تعطي سر مهنتك وانت بعد ما تشتغل، اكو الله رزاق، يعني شنو اذا واحد فتح انت بعد راح تموت جوع؟ ماكو هالشيء. بالنسبة للشباب، اذا انت جايها جاي للشغلة عن طربقة وعن ونسة وعن بنات، ما تفيدك. البنات جايينها على الشغل، بس اغلبهم بالبيت يردون يفتحون هالشغلة. شوف شنو الاشياء اللي نجيبها ومنين نجيبها وشون نكتب الخبرة وشون نعرف طريقة استعمالها وشون نبيعها وشون نوصلها، كل هذا الكلام راح يكون بهذا الفيديو، بس يراد له شوية صبر. بالنسبة للشباب، إذا ما عندك معلومة عن هاي الشغلة، الأفضل أن تمارس يوم واحد، تشتغل يمه شهر، شهرين، ثلاثة، شوف الأشياء اللي مطلوبة، شوف طريقة المعاملة ويا العالم شون، يعني أخذ فكرة من واحد يشتغل يمه حتى لو ببلاش. إيش قد تكفيني هاي الشغلة؟ يعني خلي ببالك إذا تريد تسوي شيء مرتب بحيث الزبون من الطب يسألك على شيء عندك، لأن إذا الطب مرة يسألك على شيء ما عندك، ثاني مرة طب يسألك على شيء ما عندك، بعد ما الطب لك هي من 40 مليون لثمانين مليون يراد لها، من 40 مليون لثمانين مليون يراد لها، تبدي بيها بداية حلوة. إذا تقول لا أنا ما عندي، يعني من 20 مليون وفوق تبدي بيها بداية بسيطة كلش، فهي يراد لها رأس مال هواية. شنو الأشياء اللي يجيبها؟ أخي طب في ترب الصفحات، شوف أنا شنو أنشر، شوف غيري شنو ينشر، شوف المشاهير شنو ينشرون، شوف على شنو يسوون اعلانات. هي هالاشياء اجيبها، هي هسه هاي الاشياء القابه بالسوق، جيب هاي الاشياء القابه بالسوق. زين انا شلون اجيبها؟ خاف تطلع عاديه، ومنين اجيبها؟ طب على جوجل، يعني مثلا اليوم صارت هوسه على هذا الاحمر خل، اطب على جوجل اكتب اسمه، شلون اعرف الاصلي من العادي مالته؟ هم اخذت له سكرين عرف ايش تجيب، وهم اخذت سكرين شلون تعرف الاصلي من العادي. من راح تروح سوق الجمله انت فاهم كل شيء، وتجيب اعداد قليله، لا تجيبه هواي، جيب اعداد قليله بالبدايه، شوف الاشياء اللي مشت عندك اكثر بيها، الاشياء اللي ما مشت عندك امشيها خلي تولي، ومن تجيب اشياء جيب اشياء اكسبايرها بعد لسنتين. تابع الصفحات، شوف شنو ينشرون، شوف شنو الاشياء اللي اكثر طلب عليها، شوف شنو الاشياء اللي عليها تعليقات حلوه، هاي الشيء اخذناه وجاب نتائج حلوه جيبه. الاشياء اللي عليها تعليقات سلبيه واشياء كذب بس اعلان لا تجيبها. لا تشتغل بالاشياء الكوبي اللي هي مثلا هذا شقلام احمر خيط ب10 يطلع جملته ب8، انت لا تجيبه بال1000 دينار تبيعه ب2000 وتوهم الناس عودة الترخيص، لا هو اصلا ما يفيد، راح يذبونه. لا تجيب الاشياء الكوبي او العاديه، صح هي بيعها سريع وفوائدها زينه، بس هي ما تطولك هوايه، العالم تكشفك انت اشياء كلها مو زينه وبعد ما تجي. اشتغل بالستاندر، اشتغل بالاشياء اللي هي درجه اولى حتى تنجح. منين اجيبهن؟ ترى لعب بالكم الشورجه حاجه بالك، لا عبالكم الشورجة يجيبون ستوكات. شنو هي الشورجة؟ الشورجة مجمع جملة. أنا بالشركة من يجيني يعرض علي هذا، أخذ من عدة 6 قطع. بيش يحسب لي مثلا درزن ب$60، أخذ من عدة 6 قطع يحسب لي ب$60، إذا أخذ درزن يعطيني عليه زائد قطعة. أبو الشورجة شو يسوي؟ ياخذ كارتونة، فشو يعطونه؟ يعطونه زائد 10 قطع. فإحنا من نروح للشورجة نحصل أنسب من أسعار الشركة، هي الشورجة تاخذ من الشركات. واكو بيهم مستوردين، هم يروحون يجيبون من دبي، يروحون يجيبون من تركيا، يروحون يجيبون من الصين اشياء درجه اولى، واكو يروحون يجيبون اشياء درجه 10 ما تفيد. فالشورجه كل شيء بيها، يعني انت من تروح للشورجه تلقى المحل لاملك مال 20 شركه، انت وين 20 شركه تجيك واحد ورا الثاني؟ وين انت تطب بمحل ولاملك اشياء مال 20 شركه؟ واصلا هم مسوي بيها عرض، فانت راح تاخذ عرض وتجي على الصابي. فروح للشورجه واخذ من الشورجه اشياء ستاندر. بالنسبه للولد، انت كمحل راح تفتح محل، راح يجونك شركات راح يعرضون عليك اشياء ما موجوده بالشورجه، راح يعرضون عليك عروض، بس عروض لازم تاخذ كميات كبيره ممكن تستفاد. بس البنات ما راح تجيهم شركات لانهم قاعدين بالبيت،
زين تقول لك أنا محافظات وما أقدر أجي للشورجة لبغداد، أنا شلون في حالة ممكن أنت تفيدني تدزلي بسعر جملة؟ لا أنا ما راح أفيدك، أنا المفرد. ممكن أخذ من فلان شغلات زينة؟ لا هو فلان محملها عليش ما راح تقدرين تبيعيها. فإذا أنت بنية ومطلعين وأنت محافظات هذا الموضوع ما يفيدك، إذا ما تقدرين تجي للشورجة ما يفيدك، تبقين تأخذين منه من غيري، أصلاً الحاجة هي متحملة عليش فما راح تستفادين. أما إذا عندك أحد يدعمك وأحد يجيبك وتعرفين تشترين، لا توكلي وإن شاء الله الله يوفقك. اكو مصادر قويه بالشورجه، اكو اسامي كلش معروفه، يعني هسه مثلا تروح مجمع راميته، تروح مجمع رود، مجمع القادسيه بيها محلات عملاقه. انت اسال، حتى اسال حمالين اللي واقفين بباب البنايه، من هنا نجيب شغلات اصليه؟ يقول لك هذا اصلي هذا اصلي. حمال هو ماله دخل يوديك على ابو الاصليات، انت طب لقط. الاشياء اللي ماخذها سكرينات، الاشياء الماشيه، شنو العطور الطيبه هسه اللي ماشيه؟ اروح اجيب من عندها ستات. شنو هسه الشاور اللي ماشي؟ شنو الاساس اللي ماشي؟ انت لازم تاخذ فكره بالبدايه، شهر شهرين تاخذ فكره، تنام بالصفحات مال المكياج، انام عندهم انام شي نشرون، تاخذ الطريقه. جبت الاشياء، انت تريد تفتح صفحه، اذا ما عندك صفحه تساعد المحل النجاح راح يكون كلش ضعيف. لازم صفحه ومحل، لازم تلتزم بالمحل. يعني انت ذاك اليوم خبرني واحد عندي اشياء والله بيك تشتريها معي، اذا شلحن فتحت وفشلت. قلت له ليش؟ قال مو انا موظف وفتح ساعتين العصر، ساعتين العصر ما تقدر. إذا ما تفتح من الصبح لليل، وإذا مو المحل نظيف، وإذا ما أنت واقف بي 24 ساعة وتعدل وترتب، وإذا ما تأخذ الفكرة على الشيء تجيبها الترجمة تقرأ بحيث من الزبون السيلك أنت عندك معلومة تجاوبها، مو تنحرج وتبقى. يعني مرة فتح يمي واحد، طبت يمي زبونة طلعت، طبت لي السلام عليكم، سلام عندك رميل الذهبي؟ طلعت هي طفية، قالت هالولد رميل ما عنده. رميل جرة أشياء أخذت ب 50,000. من راحت مريت لك قلت شنو ما عندك رميل؟ قال هو شنو الرميل؟ قلت له هذا مو هذا قبالك؟ قال ما اعرف. فطاب للشغله هو ما يعرفها، من الطب للشغله وانت ما تعرفها راح تفشل، راح يصير عندك مبيعات قليله، راح يصير عندك اكسباير هوايه، راح تخسر وتطلع. فالشغله والله مو سهله، لازم تاخذ فكره كامله عنها، تشتغل بمحل يا اما تبقى تكسب خبره من المنشورات مال العالم، ابقى نام صفحاتهم، اكو صفحات قويه زينه، ابقى تابع، ابقى تابع شنو الاشياء اللي يجيبها، تابع شهر، تابع هيفاء، تابع ذني المشاهير، ذني المعروفات اللي ينشرون اشياء، شنو اليوم نزلوا؟ هاي ما تنزل شيء ببلاش الا شيء كلش واثقه من عنده، اروح اجيبه. فانت خليك راكب الروجه وياها وياها الاشياء اللي تفور بالسوق، لا تجيب لي اشياء قديمه، شامبو ايبك وشامبو دورو ومعطر فريدم ومعطر اكات وتنام عليهن القطعه ب 2003، هاي بعد اشياء فرضت راح يطيني شاي. يمكن وصلت الفكره ما ادري. اما طبوا لي خاص وتردوني اساعدكم، كل واحد احكي له بيد هذا الكلام ما اقدر والله. واللي لقيتيه خبرني ولد يقول لي اريدك تتسوق لي، يعني هذا مسواق تجهيز محل يحتاج اسبوع الى 10 ايام انت تتسوق له. يعني معقوله واحد يعزل محله يجامل شخص يروح يتسوق وياه لمده 10 ايام، عزل محلك انت تتسوق الواحد؟ ماكو شي خدمه. انا الخدمه اللي اقدر اقدم لك اياها هو هذا الفيديو، استفاد من عده. أنا للشورجة ما قاعد أنزل والله، يمكن بالشهر مرة قاعد أنزل، عدي واحد أنزله أكتب له الأشياء أصورهن له وروح يجيب ليهن، ما أقدر صراحة. فاللي حاب يفوت بهذا الموضوع يسمع الفيديو مرة ومرتين ويجيب الأشياء الستاندر ويجيب كميات قليلة مو هواية. بعد شنو؟ ولا يشتغل بالكوب، يشتغل بالأشياء الدرجة أولى أفضل. أسعارك متواضعة ويا السوق لا أكثر ولا أقل. شركات توصيل تجيك للبيت، تكتب على الفيسبوك شركة توصيل تطلع لك 100 وحدة. تعامل ياهم، أنا مكاني بكذا كذا مكان، تجون تاخذون عندي توصيل يجون ياخذون من عندك. إن شاء الله يا رب التوفيق للجميع.